انه احنا في غاية الاسف. المشكلة تكبر وعمالة زي كوعة التلج تكبر. النهاردة اصبحنا في وضع غاية في الصعوبة. ايا كان النقيب فهو اسمه نقيب الصحفيين. عندما يأخذ بكفالة بهذا الحجم وعندما يتهدده السجن غدا او بعد غد فعلينا جميعا ان نحن نقول لا في هذا الموقف. نحن ضد رفع الكفالة الذي حدث. واعتقد انني عرضت على زملائي في الاهرام انه عندما بدأ ان الكفالة عالية قلت انه جبهة تصحيح المسار يمكن ان تتقدم وتدفع الكفالة لاننا لا نريد تأثيم الموقف بحيث يبقى فيه عناد يؤدي الى ان المشكلة تزداد تعقيدا. ويبدو ان احنا ماشيين في السكة دي. نتبع الطريق الديمقراطي من اجل تصحيح مسارنا. انا شايف انه وليت اعضاء مجلس النقابة يسمعون هذا الصوت. الحل الامثل لكافة الاطراف بما فيهم مجلس النقابة ان نذهب الى انتخابات مبكرة. يمكن ان يشاركوا هم في الانتخابات. اذا نجحوا في الانتخابات اهلا وسهلا. ولكن الحل الديمقراطي هو الحل الوحيد الصحيح لمثل هذا الموقف.